المقصود أن هذه الدار لا يقر بها إلا مغرور، فليست دار نعيم وليست دار إقامة وليست دار خلد، ولكنها دار ابتلاء وامتحان ودار أكدار وأحزان ودار عمل ودار عذاب للآخرة لمن عقل. فينبغي للمؤمن ينبغي للعاقل أن لا يغتر بها وألا يصير فيها كحال الأكثرين يأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. يجب على العاقل أن ينتبه وأن يعلم أن هذه الدار برزخ، ليست دار إقامة ولكنها دار خلقت لغيرها، لا للبقاء ولكن للفناء، خلقت ليعمل سكانها ما ينبغي أن يعملوا ويعدوا ما ينبغي أن يعدوا، وليست دارا للإقامة وليست دارا للخلد فيها وليست دارا يتنعم فيها أهلها بدون المناقصات، بل هي دار فيها المناقصات وفيها الأقدار وفيها الأحزان، ثم بعد ذلك الزوال والاضمحلال وانتقال أهلها منها إلى غيرها. ثم يبين سبحانه وتعالى أن المال والبنين زينة، زينة هذه الحياة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فلا ينبغي للعاقل يغتر بالمال ولو بلغ ما بلغ ولا حصل به ما حصل من أنواع النعيم والرفعة والقدم والقصور وإلى ذلك وزائل. هكذا البنون وإن أعجبوه وإن حموه وإن سعوا في مصالحه فمصيرهم إلى الموت والزوال، وقد يكونون بعد ذلك أعداء في آخر أمرهم، قد يؤذونه ويضرونه ويسعون في أسباب هلاكه، فلا ينبغي يغتر بالبنين وإن كانوا زينة في الدنيا، لكن قد يكونون بعد ذلك شرا عليه ووبالا ونكدا عليه وسببا لهلاكه وعذابه، ولا سيما في آخر الدنيا وفي هذا العصر عند غربة الإسلام وعند قلة العلم وعند غلبة الشهوات والهوى. ولهذا قال بعده: والباقيات الصالحات خير عندك ربك ثوابا وخير أملا. الباقيات الصالحات ما يقدم من أعمال صالحة، ما يقدم من طاعة الله ورسوله من أذكار وصلوات وصيام وجهاد وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وغير ذلك، هذه الباقيات الصالحات ما يقدمه الإنسان في هذه الدنيا من طاعة الله ورسوله على حسب أنواع الطاعات والخيرات. ومن هذا التسبيح والتهليل كما في الحديث: الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. المعنى من الباقيات الصالحات، يعني هذه الأذكار وأشباهها من الباقيات الصالحات، والباقيات الصالحات أشمل وأعم. نسأل الله للجميع التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله.